مش هيدا اللي وقع المجلوبة بالفخ؟ أي مجلوبة وأي فخ؟ احكي بوضوح تعطى عفاف، أنا ما بفهم بالألغاز. على كل حال الجواب على سؤالك إيه، هيدا طالب اللي وقع أرملة نديم سلوم بفخه. شكل حلو وحديثه حلو. جاوبتك على سؤالك؟ وهيدي لولو أو ليندا، بنت حلوة بس مجلوبة أكتر من أرملة نديم سلوم. هو بيبيع أحلام وأوهام وهي بتدفع. بس تدفع من شو؟ من شبابها وأكتر. عندها أم؟ يا لطيف، ألعن من طالب. بنتها بالنسبة إلها بضاعة، مش مهم كيف ومين الشرة، المهم مين بيدفع أكتر. لك ما أحليه، بعده عريس. هيدي الصورة قبل الزواج، بس بعتقد أنه ما رح يتركها. وهيدا مين؟ هيدا صاحب لولو المزيف. ما فهمت. هو اللي بيجي بيخدها من البيت على مجتمع السهر.
بتسهر معه ومع طالب، وبعدين ولما يخلصوا من كل شيء هو اللي بيرجعها على بيت امه. أنكل زياد ما حكى لك عنا وعن تاريخهم المشترك؟ لك نوال، ليه ما بتتجوزي سليمان وبتفتح استوديو وبتخلصي من قصة هالتصوير الصحافي وما تعبه؟ ها، شرف الأنكل زياد، هو بيجاوبك على كل الأسئلة اللي عندك إياها. أنكل زياد أنسيكلوبيديا. إيه، عن شو بدك أحكيها؟ يا سلام يا سلام، شو هالعطر اللي بيشق القلب. مقبولة منك حياتي، بس بقدر أعرف ليه؟ هلأ فهمت. أنا أقول ليك لما كنت قابل شخص اليوم يصير يبصبص على رقبتي ووجهي ويضحك. أنكل زياد. حكي الحال حبيبتي، قوة الدفشي بتدل على قوة الغيرة، وقوة الغيرة بتدل على قوة الحب. لهالدرجة بتحبيني عفو؟ حبك؟ انت مجنون، انا مستحيل حب شخص مثلك. عفو يا عفو يا عفو، شو رأيك لو بعرفك على صاحبة هالحمرة؟ لا بدي اتعرف عليها ولا بقى بدي اتعرف عليك. وبالرغم من هالشي رح اعرفك عليها، وصدقيني رح تحبيها، وهي اكيد كمان رح تحبك. انا عفوا بدي استأذن، عندي شغل. اعتبروا البيت بيتكم. نوال، بدي اطلب منك شيء، انتبهي على طول وخدي حذرك. من شو؟ من شو؟ من الصور اللي بتاخديها لبعض الناس من الطبقة المخملية، وخصوصا بسهراتهم وبتروحي تنشريهم بالجرايد والمجلات. خطرة؟ جدا، وممكن تسبب لك مشاكل ما بتخطر على بالي. هيدا المطلوب، أنا بنت بحب المخاطرة. يلا باي. هاي بنت مجنونة. ايه؟ تايسي مثلك، راسها يابس مثل راسك، وعنادة من نوع عنادك، ورفضة للزواج مثل رفضك. من جماعة تعلالي ولا جيلك؟ والله منك قليلة يا حرامي، والله منه قليلة الإنسان. يا حرامي مدام سمر، يا حرامي مدام سمر. لو لو، شو كنت عنياتك يا سيد سلوم؟ الله يرحمك الله يرحمك. يا ريت كنت عأيامك. طلبتي ما حجزت موعد للرجعة؟ طلبتي أنا معك، الرحلة حلوة وشهر عسل بيجنن، وشفنا بلدين وبحياتي حلمت شوفها، بس الرحلة طالت طالت كتير، وأنا بصراحة بلشت حس بالتعب. بعرف هالشي، نزلت لتحت لحتى أحجز وحاسب. إنما إنما شو؟ ليه طالب ما أخذت مني من جزداني؟ سمر بترجيكي ما تعديها.
قصدي انه في نقدة اذا الكريدت كارد ما مشي حالها. الكريدت كارد تبعي فعلا ما مشي حالها. في كريدت كارد جولدن ونقدة اللي بدك. والرقم السري؟ طالب ما تتغشمن، انت قدمها للمحاسبة وبس، مش رح يسألوك عن الرقم السري، ما لهم دخل فيه. على كل حال إذا احتجت للرقم السري موجود بجزدين على ورقة صغيرة بيضة. سمر حبيبتي ما رح آخذ الرقم السري، معك حق ما رح أحتاجه. بدك شي حياتي؟ لا حياتي. الو، اهلا مستر طالب. عفوا طالب بيك، مدمزيل لولو. ولو هاي مسؤوليتي ببديها بروحي يا بيك. مؤسسة انا حسب علمي حسب ترتيباتك ماشي. بدي منك شغل كتير مهمة، بدي بس ترجع سمر تعيش لوحدها. لك ايه، لك ما بدي تكون معها هيدي الخادمة سارة، ما بدي يكون موضع اتهام وشك. طيب طيب باي باي. لوين بدك توصلني يا طالب؟ لوين؟ ما بكفي اللي انا فيه واللي وصلت له؟ بسيطة، رح بلش بالبنت، اتعلم واتعود وانتهي فيك يا طالب يا بيك. اللون الحلو يا ناس معلوم. وعد لك، شو عم تعمل لحالك بنص الليل؟ لو كيفك يا وليد؟ منيح. شو بعدك غرقان في مستنقع الحب؟ لك شو بدي خبرك، غرقان وبس، صرت بالع ثلاث ارباع مية المحيط. يا وليد انت دايما بتنسيني شو بدي اقول لك. خير قول. هلا انا ممكن ازمت، ممكن ازمت واخلص من غرقي، بس التعتير والخوف على بنت عمتك. سمر؟ ايه سمر، سمر صدقني صدقني خايف عليها، خايف عليها تغرق، وخايف ما تلاقي ابن خالي خلصها. شو بك؟ لو كيف شو بني؟ هيك بدك تقول كلمتك وتفل بهالبساطة هيك؟ ليش شو قلت؟ بدي افهم، شو بتقصد بتغرق؟ كيف رح تغرق؟ مين رح يغرقها؟ تغرق بتغرق. مش عم ضحكك انا يا وعد. طيب روق روق امسك، بدي هيدا الملف وبتعرف كل شيء. Thank you.
شو قلت حضرتك؟ ليه محتاج هالقد؟ شو أنا كفرت؟ أكيد كفرت. شش، معك حق، يمكن كفرت وغلط لأني قلت إنه سمر بنت عمتي بخطر. مئة مرة قلت لكم ما لي علاقة بسمر وبحياتها، هي اختارت حياتها، هي اختارت أزواج العظام، هي زرعت وهي بتحصد. بعدين استشارتني شيء؟ ما استشارتني ولا سألتني رأيي، راحت تزوجت حتى عزيمي ما عزمتني. صالح، لو طلبت رأيك بشو بتنصحها؟ بعدين لو عزمتك على عرسها بتروح؟ أو بتخلي واحد منا يروح؟ لا طبعا لا. صالح خيي، يمكن يكون معك شوية حق بمواقفك السابقة، بس هالمرة الوضع مختلف، بنت عمتك عم تغرق. وشو فيها يعني تغرق طالما هي أنثى؟ يي؟ رجعنا على نفس الحكاية؟ ماما صدقيني لو كانت سمر رجال كان موقف بيتغير، بس لأنه هي امرأة لستين داية ما ترجع. خراسي سالي، من بداية الخليقة والمرة مظلومة، آدم انشحت من الجنة بسبب حواء. حضرتوا شي مرة فيلم بيصور حياة الإنسان الأول؟ رجال عم بيشد مرة من شعرها للكهف بإيده عصاية. حتى قديين الحضارات القديمة كانت تطلب ضحايا للآلهة، وبتعرفوا شو الضحايا؟ نسوان، حريم، والأحسن عزارة. خلصتي محاضرتك؟ حتى المجنون اللي جرايمه شاغلة بالك متسلط على البنات، الشباب لا. وبسبب هالقضية المقرفة بلشت أفقد أعصابي بسبب قلة أدبك، وبسبب هالقضية بتمنى عليكي إنك تتراجعي عن عنادك وتتركي شغلك بالكافيتيريا. شغلي أنا عم بسيء لأسمك أو لسمعتك؟ لأن شغلك عم يفرض عليكي دوام ليلي، يعني عم ترجعي على البيت بالليل. من المجرم اللي حضرتك حامل ملف وما تخاف علي، أنا لاني طبيبة أسنان ولاني طالبة طب أسنان، أنا طالبة حقوق. عجبك هيك؟ مبسوطة؟ لا ماما، لا عجبني ولا مبسوطة. شو قلنا؟ ولك يا وليد الله يسامحك، ضروري تفتح هالموضوع. يمكن ما عاد في ضرورة لحتى اسكن بهالبيت. شو قلت يا ولد؟ أنا ما عدت ولد، صرت رجال، يعني صار فيني اشتغل واستأجر شقة صغيرة واستقل فيها. وهبعد تجيب هالسيرة على لسانك وهبعد تفتح هالموضوع، فهمت؟ تعرف هيك خطوة شو ممكن تعمل بخيك؟ بتقتله. بعدين وليد انت اماني، سلم المرحوم بيك لخيك وسلمني اياها لإلي. شو بده يصير فيي اذا انت تركت البيت؟ مين بده ينرفزني ويعصبني طول اليوم؟ ولو ما انت مثل خيي، انا ما عندي خي غيرك. الك قلب تتركني؟ تتركني وتفل يا ابو قلبي قاسي؟ خلص ما بقى اجيب سيرة هالموضوع ابدا، هذا وعد شرف. الو، فهمت بدك ياني اترك البيت وبالليل كرمال مين؟ كرمال حضرتك؟ بالليل ما فيني. طيب بكره بنهار ما بعرف اي ساعه، واذا حضرتك حامل ساعه بيعها وكل بحقها. ما رح بعد عن البنايه، لقينا قريب من المدخل. صالح يعمل اللي بده اياه، انا ما عندي مشكله معه. مادمازيل ساره،
خاف علي يا ام جمال. خليني اروح معك. مرحبا، بعد 5 دقائق وراجع. بركي تاخرتي. ويقصف عمري، إذا مت أنا برتاح وأنت بترتاحي. صمد حبيبتي. شو حبيبي؟ صمد حياتي، انت سبق وركبتي بيخت؟ يخت؟ هي يخت. منين لي يا حزرة؟ انا انجا كنت لحق على مصروف سيارتي. ايه بس هلا تغير الوضع وصار فيك تشتري يخت. لا دخيلك، بليها. هلا انت جربي بعدين قولي بليها او مش بليها. كيف جرب؟ انا فكري نغير رحلة، نروح بالطيارة على قبرص، من هونيك نروح بيخت. طيب عمول اللي بتشوفه مناسب. أنا راح أعمل المناسب، إذا انبسطتي كان به، وإذا ما انبسطتي ما راح سامح نفسي أبداً. هي عفوة، لازم أتصل بالبيت. ليش؟ ما بدك نخبر سارة عن موعد رجعتنا؟ أيوة سارة، ضرتي. سنيورة سارة. يا بابور قولي رايح على فين؟ ما شاء الله مزحتي، ما بدي اكون قاتل كرمال هالنذل الحرامي يلي ما بيعرف غير السرقه. اول من سرقني انا سرق مني حبي حياتي. حتى حبي يا نذل الحق علي، انا اللي عرفتك عليها يا نذل يا حرامي يا حقير. يلعنك واحد فاشل. لك مهمة بسيطة، ما بدي أعذار. خلص بقى حل عني. ألو. إيه نعم بعدني بشهر العسل.
عقبال عندك. راح سافر بالطيارة على قبرص مثل ما اتفقنا، وبروح من هونيك باليخت، بترك الشنطة باليخت. انت راح تكون باليخت؟ خلص اكيد، ما الفلوس فلوسكم، بس بدي منك خدمة صغيرة وبسيطة. هاي نساها، قلت لك نساها. لا لا، انا رح اتخلص منها، ولا انت ولا غيرك. اسمع، ما بدنا شغلة تافهة مثل مقتل البنت تنكو الشغلات تخرب علينا. اي نعم، يمكن يصير في تحقيق بالموضوع، والتحقيق ما يوقف عند الحد. انتبه منيح، انا عم بنصحك، انت هلا واحد من مجموعه، وممنوع تتصرف مثل ما بدك وعلى كيفك. طيب معك حق، الحذر واجب خصوصا بعد اللي صار. إذا جاي تقبل تمام معروفك ما عندي شيء أدفعه غير الشكر. شكرا، ميرسي، ثانك يو. ممكن تقولي لي ليه في ناس بدها تتخلص منك؟ ما بعرف ليش. طيب ممكن تقولي لي مين هو هالختيار يلي سبقني وأنقذك؟ أنت شو شرطي؟ مباحث جاي تحقق؟ لا. طيب شو بدك؟ سؤالك غلط، لازم يكون مين انت. ومين انت؟ هلأ دوري. مين انت؟ بتعرفي انك حلوة ومناهمة وجذابة رغم انك عدائية ومش مهضومة. ما دخلك مين انا؟ دخلني ونص. مش هيدا بيت بنت عمتي سمر؟ انا وليد الجبل، ابن خالي. عجبتك؟ رجعت من شهر العسل؟ وأيمتى رح ترجع؟ ما بعرف، كان مفروض يرجع امبارح بس غيروا طريق الرجعة. كيف؟ رجعوا بالطيارة على قبرص، ومن قبرص راجعين بالبحر. بالبحر؟ في شي بخوف مسيو؟ لا ما في شي بخوف. لما بترجع بتنطري جوزة لحتى يفل من البيت، بتعطيها الملف. جوزة؟ نعم جوزة. إياكي جوزة يشوف هالملف. لما بتسلميها إياه بتفهميها هيدا الشيء، ممنوع جوزة يشوف هالملف. أوكي؟ أوكي. وكمان لو سمحتي بتعطيها صورتي بنفس الحذر. من المعروف. عجبتك؟ رقم تليفوني على قفا الصورة. وهيدي صورة تانية إلك حتى ما تنسيني. ما بحب بنت نعومي وأمورة مثلك تنسيني. قلنا لك الحذر واجب.
الحمد لله على السلامة يا بيك. الله يسلمك ام جمال. وين مدام؟ سيادة ام جمال وبلا واحة. وقحة وطرشة كمان، يلا اعملي. ليكي، انت ما عدتي صغيرة، كبرتي الله لا يكبرك، لازم تعرفي انت مين وانت شو. يلا! انت واحد فاشل، لازم هالساعتين تضل تطلع بخلقتي. لك شو؟ يمكن تطلع مطورة، يمكن تطلع حادثة، يمكن تطلع جاسوسة. بس لك ما في بس، أو بلحقك باللي سبقك وروح بخلقتي. تأخرت حياتي. كنت عم دردش مع الناطور، قال في شاب سأل عني أكثر من مرة. شاب؟ ايه شاب حياتي، ولا شايفني ختيارة كبيرة على الشباب؟ لا مش قصدي حبيبتي، بس بغار. الحمد لله على السلامة مدام. ان شاء الله ألف مبروك. ميرسي ام جمال، ان شاء الله انتبهتي لي لسارة. اكيد مدام، انت وصيتيني انتبه عليها ودللها. ودللتها ام جمال. شو دلال؟ مبروك والحمد لله على السلامة مدام. سارة مبروك وبس؟ هيك على الناشف؟ ما في لا غمرة ولا بوسة ولا شيء؟ صار لها بهالغيبة؟ يمكن زعلانة اخدي على خطر. ليه؟ كانت حابة تكون معك بشهر العسل. لحظة يا جمال، شو حكاية سارة؟ طالب وجه لها حكي زعلها؟ مدام من فضلك تركيني بحالي، أنا ما دخلني بهالأمور. بشرفي ما بحكي شيء قدامه. تعي تعي معي على المطبخ. الو؟ ايه نعم، مين حضرتك؟ اذا جوزك بالبيت وطي صوتك، جوزك عم يخونك ورح يبقى يخونك مع اكتر من وحده، انما في وحده معينه مهتم فيها كتير كتير، واكيد هلا عم يحضر حاله للظهره. الحجه رح تكون انه رايح يطمن على الاعمال وبده يقابل بعض المتعاملين مع المؤسسه، إذا تأخر ما ينشغل بالك، وأكثر من هيك رح يحملك جميلة يمننك ويقول مستعد يشتغل ليل نهار كرمالك وكرمال مصالحك. مين على التليفون؟ غلط. غلط ولا الشاب اللي سأل عنك؟ طالب لوين؟ حبيبتي لازم اطمن على اعمالنا. عفوا اعمالك، نسيتي انه شهر عسلنا طول؟ هو صحيح مرق وكانه يوم، بس لازم شوف بعض المتعاملين معنا.
حبيبتي يمكن اتاخر شوي، بس صدقيني رح اشتغل بدون كلل او ملل لمصلحتك. عجبتك؟ ما بيطلع لي لا غمرة ولا بوسة؟ مدام في شخص ترك لك أمانة. ما لازم المسيو جوزك يعرف شيء، هيك وصاني المسيو وليد، قال ما لازم يشك والا بصير خطر حياته، ممكن يقتل، هيك قال. قال هيدي ارقام تليفوناته، اذا احتجت اي شيء اتصلي فيه بدون ما ترددي، هيك قال. تاخر يا ساره، تاخر كثير، فات لاوين لاي مساعده. الله يسامح ويسامح صالح. يمكن لا، يمكن ما تأخر، يمكن ما فات الأوان. رح بلش المعركة بدون ما يشعر طالب إني فتحت عليه النار. رح أطلب المؤسسة اطلبي لي واحد اسمه وعد أنت بتحكي بطريقة مناسبة. ألو؟ بليز في أحكي مع مسيو وعد؟ مين أنا؟ وأنت شو دخلك؟ أنا صديقته، حبيبته. ألو رانيا؟ لا مني رانيا. ألو وعد؟ أنا مدام سمر، وصلني ملفك. بالعكس كتير ممنونة، مكافأتك محفوظة، مش رح تندم أبدا. رح خصص لك معاش إضافي غير معاشك بالمؤسسة وغير المكافآت. خلينا على اتصال. اسمع وعد، اذا جاوبتك وقلت لك النمره غلط برافو فهمتها، بكون طالب بالبيت ناطره منك ملف تاني. الو رنون، رانيا رانيا ما تسكري الخط بوجهي، ما في علي صوتي. ما تسكري الخط بوجهي، عندي خبري لك حلوه. ايه حلوه كثير، جاييني مبلغ حلو، خبوصه خبوصه كبيره، وفوق هيدا فوق هيدا راتب تاني اضافي، راتب تاني اضافي، مصاري مصاري. ايه بتعرفي شو معنيت هالحكي؟ يعني حبنا بلش يوصل لنهايته السعيده، نهايته السعيده. الو الو رنون، منو رنون؟ بسيطة رنون، ما في زعلك رنون، شو بعمل؟ أنا مغروم مغروم، بس صدقيني نهايتك السعيدة رح تكون معي مع الوعد طبعا، حتى لو لقيتي فارس أحلامك المليونير.
الملياردير ماي ماي. تضحك بلا سنين وتشوف بالعيون. روح روح. جيت الحزينة تفرح ما لقيتش لها مطرح. لك يا عمتي يا عمتي، ليه ما بتعتبريني من الاشياء اللي ما بتنسيها؟ ليه؟ يا عمتي تذكري منيح، انا لحد هلا بعدني ما تجوزت. يمكن بالزمانات انهبلت وعملت اضراب على الحب والزواج، ايه بس هلا فكيت الاضراب لاني حبيت. معك حق تضحكي، حبي هالعمر بيضحك. المهم هيكي، أنا الليلة قررت نام عندك خوفة منها. من حبيبتك؟ إيه، بتخوف لما بتعصب، وأكيد هلأ معصبة، وأكيد جنت لما شافت الحمرة على رقبتي وقبت قميصي. لك الله يسامحك يا عمتي على العملة، ورطتيني مع وحدة مجنونة. حلو كثير. هونيك شو رح تعمل هلا اذا شافت اثار البوسي جديده؟ ايه تبلط البحر. لك ايه تروح تعمل اللي بدها اياه، ما انا عندي بوستك بتسوى الدنيا وما فيها. لك انت انا بهالدنيا كلها ما الي غيرك. ايه وانت كمان ما الك غيرك. يلا كلي تقلك، واكيد هلا عفاف طارت شهيتها من القهر والغيره. عفاف على مهلك للتشيبس بنصح. لك يقطع الحب شو بيزل؟ ما تنكري حالتك، هيدي أكبر دليل على الحب. حب؟ أنا أحب واحد مهبول مثل زياد؟ زياد واحد مهبول؟ طبعاً، شو حقق بهالحياة؟ لا عيلة ولا رصيد حتى ولا سيارة ولا زوجة ولا أولاد. ما حضرتك مثله شو حققتي؟ اثنيناتكم صورة طبق الأصل عن بعضكم. أنا عندي ابن خيي فتحي مثل ابني. فتحي؟ الله يحميه ويساعدك عليه، ما هيدا هم بحد ذاته. فيك تقولي لي هلأ هو وين ومع مين؟ فتحي بدي أسألك، ليش عمتك عفاف لهلأ ما تجوزت؟ مع إنها حلوة ومتعلمة ومن عيلة وفهمانة. ونمرودة، بس بعتقد فترة النمرة دي قربت تخلص. يعني؟ بعتقد رح تتجوز. فتحي، عم تتصل بأمك وأبوك؟ مع بي لا، ما حدا بيعرف عنوانه. مع أمي أحيانا بتصل أو هي بتتصل. سوري أخرتك. يلا تصبحي على خير ماما. شو تصبحي على خير ماما؟ يعني ناوي ترجعي أنا ونايمة؟ يمكن، ما ينشغل بالك. فتحي لا ينشغل بالك عليا، أنا حريص عليا حرصك أنت طنط. يلا بموي. الله يستر الله يستر. يا مرحبا مرعيبك، شرفت. شرف على المكتب مرعيبك، شرف. نحكي ياهم صبايا وشباب، تركونا لوحدنا.
لطفي خد الموضوع برواق. رواق؟ رواق مرعبك؟ من وين الرواق؟ وكأنه اللي فيني ما بيكفيني. انت ما فيك شيء، طالما انا بخير انت بألف خير. لأي متى مرعبك؟ لأي متى؟ كل يوم بيروح وبيلحق واحد تاني، كل يوم بيروح لورا لورا، والديون عم تكبر. الديون لا تفكر فيها وتجيب سيرتها، اعتبرها مش موجودة. المهم نلاقي حل للمشكلة التانية. مسألة سمعتك يا لطفي، سمعتك بالدق. إذا ما بتعرف أنا رح خبرك. شباب اليوم بخوفوا، ما في براسهم مخ، بيعملوا كل شي بيجي عبالهم بدون ما يفكروا بالنتائج ولا بالأهل وسمعة الأهل. المهم البسط، وبنتك من هالجيل، والشيطان وسواس خناس. ليلا نهارا ايدا بيدا الشاب، رقص وطقش وفقش وليل ونيت كلاب، والله بيعرف شو فيه كمان. لطفي اذا بدك رأيي، الحل بالسطرة، والسطرة بالزواج. لو بتحب قلب كبير